السلام عليكم. نعشق الشعار وليس النتائج، مقولة قالها جمهور الرجاء عندما بدأ الفريق يحقق النتائج السلبية. اليوم يعتمد الكل على أن تكون الانطلاق الحقيقي للرجاء في مباراة المغرب الفاسي والجولة التاسعة من الدوري المغربي للمحترفين. إليكم الروبورتاج.
مشاهدينا نتيجة سلبية أخرى تنضاف إلى سلسلة النتائج التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة. الجمهور كان الأروع خلال مباراة اليوم. هذه تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.